وهي اطيب ارجيله للستزكية. شو المفاجأة؟ الله يسلم ايديك، قد صار لي ما ارجلت. يلا معلي اليوم مسمح لك. بدك ارجيله ست صباح؟ لا شكرا انا ما بارجل. انا رح اقوم احط لكم موسيقى. عن جربتي ولا مرة تقابلي صباح؟ لا ابدا، جربتها مرة حبيتها. انا فعلا من ما جربت يلي بس هلا هيثم. شو هالبدلة الحلوة هي؟ جديدة؟ لا زمان، حلوة. لا حلوة كثير. إذا بدك يعني صدق إنه إلها زمان شيل التكت من عليها. أنا بحكي لك إياها. هيثم فاجأني بهالقصة. اهلا 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 وسهلا، نورتي. كيفك؟ مشتاق لك كثير. هيدي لك جبتها معي من فرنسا، من محل ما كنت عايشه. مطرح كثير بيشبهني. شو حلوه، كلك ذوق، رح دير بالي عليها كثير. تفضلي. خالتي بدي اعرفك على ياسما. ياسما بتكون من جيراننا، بنته لفوزي بيك، ابن ابو فوزي. اهلين يا بنتي، قربي لعندي لحتى بوسك. انتي من ريحة الحبايب، بتعرفي انه انا مرت عمو لابوكي؟ ايه فارس قال لي، شرفت بمعرفتك. كيفك؟ الحمد لله. كيفك يا اسماء؟ منيحة، وانت كيف؟ تفضلي عادي حبيبتي، تفضلي. اهلا وسهلا. ما شاء الله طولك وجسمك مثل اخوه لجدك، يعني جوزي مكرم الله يرحمه. مكرم كان رجل جميل كثير، وانت كمان جميله وبتشبهي، ما هيك صباح؟ انتوا الاثنين حلوين بتشبهوا لمكرم. نص ساعه وبتكون الطاوله جاهزه. شلونك يا اسماء؟ منيحه، انت كيف؟ تحجزين الكرسي اللي جنبك، في حديث طويل بدي احكي انا وياكي. طمني. الحمد لله كلنا الحمد لله. ما شاء الله عليك. فارس مبسوطة حبيبتي؟ مبسوطة؟ أسمع، كل شيء رح يكون